قتلى في إطلاق نار بهيوستن. مقطع فيديو يكشف سلوك الملكة مع كنتها ميغان، وعيادة سرية تعيد الجدل حول حقيقة انتحار هتلر. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، فأهلا بكم إلى التفاصيل. في موقف للسيارات في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، أدى إطلاق للنار إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة رابع بحسب ما أعلنت شرطة المدينة. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن أحد ضباط شرطة المدينة قوله أنه لم يتم التعرف على أي مشتبه به بعد إطلاق النار، كما لم يتضح على الفور الدافع وراء الحادث، مضيفاً أنه جرى نقل الشخص الرابع المصاب إلى المستشفى. بعد جدل حول تعامل عائلة البريطانية مع زوجة الأمير هاري ميغان ماركل عقب تصريحات مثيرة للأخيرة، أظهر مقطع فيديو جرى تصويره عام 2018 كيف قامت الملكة إليزابيث بسلوك وصف باللطيف تجاه ميغان. الفيديو تم تصويره خلال مشاركة ميغان في أول نشاط بجانب الملكة، عندما ركبت الملكة داخل السيارة ردت غطاء ثوب على ركبتيها، لكنها لم تنسى زوجة حفيدها فأومأت لها أيضا بأن تغطى به. إلى اليابان، حيث أحيت البلاد اليوم الذكرى 10 للضحايا الذين قضوا في زلزال مدمر وموجات تسونامي عاتية ضربت شمال شرقي البلاد عام 2011 وأدت إلى كارثة نووية في مقاطعة فوكوشيما. رواد مواقع التواصل تداولوا صوراً للمناطق التي دمرها تسونامي وقارنوا كيف كانت وقعت الكارثة وكيف بدت اليوم، مسلطين الضوء على الجهود الكبيرة التي بذلتها اليابان لإعادة إعمار المناطق المتضررة بسرعة قياسية وبشكل مثالية. من اليابان إلى جزر الكناري، حيث عثر على عيادة سرية داخل إحدى الفلل تحوي على صالة مبلطة بالسيراميك تذكر بغرفة العمليات الجراحية وغرفة تشبه مكان حرق الجثث، بالإضافة إلى النفق. بعض الباحثين الذين يعتقدون أن الزعيم النازي هتلر لم ينتحر كما تقول الرواية السوفيتية يرجحون أنه تم نقله لجزر الكناري في نهاية أبريل عام 1945، وأنه استخدم تلك العيادة لتغيير شكله على يد عدد من الجراحين قبل الهروب إلى البرازيل أو الأرجنتين كما تقول الرواية.